أعلن البرلمان الإيراني تأييد أعضائه لما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حول رد بلاده المحتوم على إسرائيل انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وشددت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان أن الرد على اغتيال هنية سيكون حتميا وحاسما وفق ما نقله إعلام إيراني.